احنا نظمناه لانه رمضان، وفي بعض الناس يعني تضررت محلاتها، ما عادت لقيت مطرح تعرض فيها الغراض، بقى نحن نظمنا مشان يعرضوا غراضهم بأسعار مقبولة، منهم بيعرفوا عن منتجهم ومنهم العالم ما بتروح على السوق وبتتعب وهيك، بيلاقوا كل شيء بمكان واحد. بشكل عام نحن كفترة هي 7 سنين هي فترة حرب، فأنا حبيت إنه الشيء الطبيعي جودي حلوة مع كفاءة مع أسعار حلوة، لأن كل شيء عندنا منتجات أجنبية ما عاد عم تجي نظامية على البلد بأي مكان سواء تجميلي ولا علاجي. الحلو فيه إنه كله مستخلص من المواد الطبيعية وكله سوقي، يعني بسوريا ما عم نجيب شيء من برا أبدا غير مادة الكولاجين نستورده خارجيا. حلو إنه الواحد يشارك ويشتغل ونطلع من الأزمة اللي نحن فيها، يعني كتير هيك مبسوطة أني اشتغلت بوقت قصير، خبروني واشتغلت ما انقطعنا، يعني بفضل الله أنه هالمنتوجات كلها وطنية، من تعالي للبسط للجلسات العربية، هي كلها الحمد لله منتوجات وطنية 100%.